مرحبا، رح نكمل في هذا الفيديو جولتنا في معرض الطبيعة في القدس مستملون جدد، بالتحديد في المحطة الثانية البيان السادس، حيث نستكشف العلاقة بين المحتوى السياسي ووسائط نقله، بالتحديد بيانات الانتفاضة الأولى. ونكمل في بداية المحطة الثالثة تحقيق ومعاينة، حيث نستعرض مجموعة المطبعة العصرية مطبعة لورنز ونعاين الكليشيهات وأثارها بالتحديد في الزاوية السياحية. البيان السادس هو تركيب فني عم نحكي فيه عن مرحلة كتير مهمة في التاريخ الفلسطيني. عم نحكي عن مرحلة انحبس فيها حامل المنشور أو البيان السياسي، انحبس فيها اللي علق العلم الفلسطيني فوق سطح بيته. هاي المرحلة كان العلاقة بين الورقة الواحدة والمحتوى اللي عليها بتتمثل في عملية تقييد للجسد، ولكن في الوقت الحالي عم نشوف في ورق كتير تغيرت، آليات نقل المحتوى تغيرت، الأشكال، ولكن المحتوى المهم مكانه اختلف. واحنا نحن الان بنحفز الزوار يدوروا معنا على المكان اللي بيحتوي في المحتوى السياسي الذي يصنع الفرق. اختيارنا للبيان السادس في هذا العمل الفني كان مهم جدا من ناحيه الموافقه مع موضوع طبع في القدس، لان البيان السادس في الانتفاضة الأولى تمت طباعته في القدس، وبنقدر نحكي عن موضوع الاختفاء والظهور وفكرة اختفاء والظهور، قديش كانت الورقة والبيانات من الممنوعات اللي كانت تطبع بالخفاء وتظهر للناس بعد أيام، ولكن هذا اختفى الآن كليا من المشهد الثقافي الفلسطيني. في يدها مشابك الغسيل تغزها على ملاءة يضيئها الضحى، يهتز حبلها إذا رمت عليه قطعة ناصعة وغزت المشابك، وتحت عينها مر الجنود بالسلاح والملابس الملطخة، يفتشون في تلمض عن الذي على سطوح الدار علق العلم. في هاي المرحلة من المعرض، وهذا المحطة الجديدة، هي محطة التحقيق والمعاينة اللي احنا بنتعامل فيها مع الكلاشيهات الأصلية اللي موجودة بالمعرض من مطبعة العصرية، وأهم وأول كلاشيه قدرنا نتعامل معه هو خارطة الشيخ جراح ووادي الجوز، اللي من خلالها تعرفنا على كم كبير من المؤسسات الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والسياحية اللي تركزت في هذه المنطقة من خلال جزء من خارطة كلاشيلا، جزء من خارطة كانت تنتج في الفترة الأردنية بالعام 1966 كخارطة سياحية لمدينة القدس في هذه الفترة. هذا الكليشيه المعروض بيوثق مرحلة تاريخية كانت يعتبر هذا الجزء من شرق المدينة هي المدينة نفسها. فمن هون بلشنا نفكر في مجموعة من الخرائط التخطيطية في مرحلة في نهاية القرن 19 ولمنتصف القرن العشرين لبعد النكسة 67، لما اختلف منظور وتعريف المدينة باختلاف المؤسسات السياسية اللي حكمت وأثرت على مشاهدها. كشفت لنا هذه الخريطة ثقل ومركزية مدينة القدس وجزء من تاريخها النابض بالحياة، وإن كان في جزءها الشرقي فقط. سنستكمل في الجولة القادمة معاينة كليشيهات مجموعة المطبعة العصرية.